المصالح بحقوقكم. صباح الخير لكل مشاهدين الام تي في. بيقول الكتاب كاتب الفرنسي بول فاليري بكتابه موفيس بونسي اي اوتر: Les femmes sont mélange de désir d'une certaine brutalité et de l'exigence d'immenses égards. Elles adorent la force qui parfois s'incline et un tigre qui tantôt dévore et tantôt se fait descente de lit. حبيت ابدا فقره كتاب اليوم بهال اكيد الاول الشهير لبول فاليري عن المراه، لانه رح احكي بفقره كتاب اليوم عن كتابين رائعين وبمكتبه انطوان عم بيرجعوا يطلبون لانه عم بيبيعوا كثير هالكتابين اللي بيحكوا عن النساء اللي لعبوا دور مباشر او غير مباشر بالسلطه. واول كتاب رح احكي عنه هو كتاب اصدرته جان ديكري الصحفيه والكاتبه الفرنسيه منذ كم شهر، وبلبنان اجى بس من كم اسبوع وما عم بيلحقوا بيع مثل ما قلنا لانه بس سيلر. فم دو ديكتاتور بتحكي عنه، بتحكي فيه الكاتبه عن تسعة ديكتاتوريين او طغاة بالقرن العشرين من هتلر لميسوليني لبوكاسا والى اخره، وبيحكوا عن النساء اللي لعبوا دور بحياة هالديكتاتوريين اللي كمان ساهموا بكثير من القرارات يمكن الصحيحة او الغير صحيحة اللي قاموا فيها هالطغاة، واللي حلموا انه يكونوا جزء من التاريخ. والكتاب الثاني اللي رح احكي عنه هو لا ريجون دو كارتاج لنيكولا بو كاترين غراسيه، اللي بيحكي عن ليلى ترابلسي اللي هي زوجة الرئيس التونسي السابق بن علي، اللي من خلال الكتاب بنكتشف صورة يمكن بشعة عن هالمرأة اللي بتحب المال والسلطة، واللي كمان كانت من خلال زوجها عم بتسيطر على الاقتصاد بتونس. رح ابدا بفام دو ديكتاتور للكاتبه جان ديكري، اللي هي كاتبه مثل ما قلت صحفيه فيلسوفه ومؤرخه حائزه على دكتوراه بتاريخ الفلسفه من جامعه السربون بباريس، و كمان بتشتغل بمجال الاعلامي بالتلفزيون فرانس 3، وهي بتساهم ببرنامج دي راسين اي دي زيل، برنامج الثقافي الاجتماعي، وايضا بتشتغل بتلفزيون اوروب 1. هي صبيه ولكن كتابها يعني جدير بكتاب لهم سنين عم بيكتبوا، واكيد كل المعلومات اللي حطتها بكتابها هي معلومات من خلال ابحاث، واكيد من في مراجع بتحطهم باخر الكتاب. دونك هيدا اول كتاب لها، بتتناول فيه كل النساء اللي كانوا مجرد ممكن يكونوا علاقة عابرة عن تلك الطغاة التسعة اللي بتحكي عنهم، أو هن زوجاتهم. ونقدر ننتبه أنه حتى لو كانوا هن بس يمكن مجرد نساء تعرفوا عليهم وأمضوا شوية وقت معهم، هن أثروا كتير بحياة تلك الطغاة. ومن لينين لكان لبوكاسا ومن هتلر لسالازار، بتتحدث تكري عن تسع ديكتاتوريين بالقرن العشرين اللي تأثروا بها النساء، واللي منلاحظ انه بيشبهوا شوي بعضهم بعلاقاتهم مع النساء. منلاحظ انه الديكتاتوريين مثل ما عندهم حب للسلطة، عندهم حب لتعدد النساء، بيتعلقوا بالنساء ولكن بيحبوا يكون عندهم علاقات غير، وبيحبوا يعذبوا النساء ويحبوا يشوفوا قد فيها تتحمل المرأة اللي بجنبهم انه هن يكونوا عم بيخنوها وعم بيستغلوا السلطة تا يقدروا كمان يكون عندهم علاقات جانبيه. والحلو كثير انه بتحكي اول شيء بتبلش بميسوليني، نعرف نحن الديكتاتوري الايطالي، واللي بتقول عنه انه هو يعني انه الرجل الصعب هو الرجل اللي
بيكون بنفسه منه مستقر. بتفكر انه عم تعطيه شيء تاخذي مقابله شيء ثاني، ولكن بالاخر بيستعملك وبيزتك مثل كانه اي يمكن مشروع سياسي او منطقه عم بيوصل عليها بيستعمرها وبعدين بينسى امرها. لكن اللي حلو كثير انه ميسوليني بتقول عنه انه كازانوفا. ليه؟ لانه من عمر 17 سنه اول علاقه عملها بالقوه مع امراه كمان هي كانت جارته، يعني استفردها بالليل وبالقوه صارت امراه وما عاد سال عنها، وهيك بلشت مسيرته مع النساء. وموسوليني معروف انه حبه لكثرة النساء هو تيغطي عن اكيد مشاكل نفسية كان عنده اياها. وبقول قول مشهور لميسوليني: لا فول كوم لي فام اي فات بور اتر فيولي. بتصور انه كلمات قوية شوي وتقل من احترام المرأة. اول امرأة حبها هي فيرجينيا بي، وكانت علاقة عابرة. ما بعرف قد فينا نحكي عن حب، ولكن هو بيقول انه حب كل النساء اللي تعرف عليهم. وبيرجع بنعرف انه حب امرأة مثقفة واشتغلت معه كثير بمسيرته السياسية، انجيليكا بالاباغوف، وبعدها ليدا غافاريل سنة 1913. وبعد انجيليكا كان في مارغريتا. انجيليكا فينا نقول انه رح نرجع نشوفها بحياه لينين، لانه بتترك ميسوليني لتروح تعمل علاقه مع لينين. هون بنشوف كمان النساء اللي بتفتش على رجال السلطه تعمل علاقات معها، لانه بيكون عندها هدف فيه كمان للشهره ولا السلطة. وكمان فينا نقول انه تزوج من راكيل ميسوليني اللي انجب منها 3 اولاد، ولكن راكيل فينا نقول انه تحملت كثير من ميسوليني. كانت الامرأة اللي كان مجبور يتزوجها لانه مجبور يجيب اكيد اولاد ليكمل مسيرته، بس ما حبها وتحملت كثير منه انه كانت تشوف علاقاته العابرة وخيناته لها. لينين كان شخصيته اقل، يعني اكيد بحب تعدد النساء، ولكن كان شوي في ضعف بشخصيته. كان مفروض يتجوز ابوليناريا، ولكن في امراه قويه كثير.